السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا هنتكلم معاكم عن تجهيزات غرف العمليات. ده باب دخول المريض من المكان ده، وده الباب اللي بيدخل منه الطاقم الطبي بعد التعقيم، وده حوض التعقيم اللي واضح قدامنا، وده باب خدمة إضافي في الغرفة. أول جهاز بيجابلنا برضو سريع، احنا مش هنتكلم بإطالة عن الأجهزة الطبية الموجودة في الغرف، كل جهاز احنا بنتكلم عنه في حلقة منفصلة. دي طاولة العمليات اللي موجودة، طبعا ده جزء أساسي. الطاولة بتوفر لي مجموعة من الحركات والوضعيات اللي بيطلبها الجراح أو الطاقم الطبي اللي بيتعامل مع المريض. طبعا الطاولات حاليا كلها كهربائية، بيتم التحكم عن طريق الريموت اللي انتوا شايفينه ده بجميع الوضعيات المطلوبة. الطاولة ببساطة شديدة عبارة عن جزئين، القاعدة اللي تحت فيها الجزء الإلكتروني مع الصمامات اللي هي بتولد لي الحركات أو الوضعيات ديت، وفي عندي خزان زيت وفي مضخة للزيت. طبعا الزيت بيتحرك عن طريق الصمامات بحسب ما احنا بنوجهه عن طريق الريموت. الجزء العلوي هو الجزء الخاص بالمريض، زي ما قلنا الطاولات بتختلف، في طاولات عظام، في جراحة، في مسالك، في الولادة. طبعا كل طاولة مصممة للغرض المطلوب من أجله. دي طاولة جراحة عادية شكل انتو شايفينه، طبعا بتشتغل بالكهرباء وفيها بطارية في القاعدة للشحن، يعني لو الكهرباء فصلت ولا حاجة تشتغل. الجزء الثاني اللي بدأ يظهر ده الكنترول او جزء التحكم في كشاف العمليات. طبعا الكشافات العمليات سريعا برضو في منها جزئين، في كشاف ثابت وفي كشاف متنقل. الكشاف اللي قدامنا ده ثابت، من حيث الاضاءة في عندي اضاءة هالوجين وفي ليد، اللي موجود ده برضو كشاف ليد. طبعا الليدات النهاردة افضل، ما بتولدش منها حرارة كبيرة زي الهالوجين، فترات تشغيل طويلة جدا. الإضاءة لونها أبيض وواضحة، أقدر أتحكم فيها زي ما أنا عايز عن طريق الكنترول الموجود، وبيضاف عليها كاميرا لتسجيل الحدث أو تسجيل العملية، بتعرض على الشاشة اللي انتوا شايفينها، وجهاز الـ DVR. زي ما قلنا احنا هنتكلم عن كل جهاز في حلقة منفصلة يعني إن شاء الله، بس احنا حبينا نوضح لكم التجهيزات اللي موجودة في غرف العمليات. ده جهاز مونيتور، كل أجهزة المونتر بتستخدم لقياس الضغط ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وممكن أعمل تخطيط قلب، ممكن أقيس حرارة. ودي الكابلات أو الملحقات الخاصة بجهاز المونتر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. جهاز التورنيكي أو التورنيكي، طبعا ده بيستخدم في عمليات جراحة العظام، هو بيعمل عملية ضغط على المعصم أو الرجل. بيتكون من جزئين لونه أحمر وأزرق، طبعا ومعاه مجموعة من القفات، وبيبتدي التحكم فيه لعند درجة 250، فبتمنع انتقال الدم من مكان لمكان، بيعمل عملية خنق قوية يعني أثناء العملية الجراحية. فبنبتدي نظبطه ويبتدي عملية النفخ ويضغط على الشرايين الموجودة. ده جهاز التخدير، اتكلمنا عليه قبل كده في اتكلم معالي الدكتور خالد رجاي اخصائي التخدير باستفاضة، بس برضو حبينا نصور الجهاز هنا من الخلف. طبعا بنشوف مصادر الاكسجين وغاز النيتروز، طبعا هو بيستخدم في خلط الاكسجين مع غازات التخدير المختلفة، بيتكون من اكتر من جزء، في جهاز تنفس صناعي وفي وحدة مراقبة وفي مبخرات اللي هي على اليمين دي المبخرات. هو ده نفس الجهاز اللي احنا اتكلمنا عنه، وفي طبعا CO2 مقياس CO2، فهو بيدخل التخدير مع الاكسجين وبيطرد غاز ثاني اكسيد الكربون. اما ده فده جهاز شفاط سوائل، طبعا عندي نوعين من الشفط السوائل، في جداري او مركزي وفي متنقل زي الجهاز اللي احنا شايفينه ده. الهدف منه طبعا شفط اي سوائل بالاضافة للدم من المريض اثناء العمليات الجراحية، بيستخدم اكتر في غرف العمليات وفي اقسام العناية المركزة وعناية حديث الولادة وبعض الاقسام الداخلية. ده نوع من انواع اجهزة الشفاط السوائل. ده يسمى البنتد. البنتد ده عبارة عن جزء في مجموعة الغازات الطبية اللي موجودة في غرفة العمليات، بالاضافة الى مصادر كهرباء، وزي ما انتم شايفين في الجزء العلوي في مصادر كهرباء، وفي عندي مصادر تحت كهربائية حسب الأنواع الموجودة في المستشفى، وعدادات غازات الضغط الغازات اللي موجودة. ده منظار بطنة، ده منظار خاص باستئصال المرارة،
برضو ان شاء الله هنتكلم عنه باستفاضة، بس احنا حبينا برضو نديكم فكرة عنه من الخلف. طبعا هو عبارة عن مجموعة من الاجهزة بتضم شفاط، بتضم جهاز ضخ ثاني اكسيد الكربون للنفخ، وبيضم الجزء الخاص بالكاميرا، ومع مجموعة من الالات هو الهدف منه استئصال المرارة بحسب التوجيه الطبي. ان شاء الله نتكلم عنه برضو بالكامل. دي صورة الجهاز، هو مجموعة من الأجهزة بالإضافة للشاشة دي بتعرض عملية استئصال المرارة. ده منظار تنبيب بالكاميرا، طبعا التنبيب اللي هو طبعا حاليا كله بيستخدم الكاميرا للتوضيح مجرى الهواء في المريض. طبعا جزء بلاستيكي بيدخل عشان يحافظ على مجرى الهواء مفتوح دايما في المرضى اللي بيحتاجوا الأمور دي. ده نوع من أنواع يعني. وده دولاب لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية داخل غرفة العمليات. ده شفاط سوائل نوع تاني غير النوع اللي احنا شفناه من شوية. ده جهاز تدفئة دم، طبعا لو في مريض محتاج نقل دم فلازم الدم يمر على الجهاز ده علشان أهيئ درجة حرارة الدم الداخل للمريض المستقبل له تكون درجة الحرارة واحدة. دي سرنجة محاليل ان شاء الله نتكلم عنهم بالتفصيل، وعندي مضخة محاليل للاستخدام وقت الحاجة، وفي عندي جهاز تدفئة دم برضو تاني إضافي. تجهيزات كلها في حالة استخدام تكون ستاند باي وجاهزة. ده جهاز دياسيرمي أو كي وقطع جراحي، طبعا بيستخدم حاليا في جميع العمليات الجراحية. أقدر أستخدم ده الفوت سويتش، أقدر أستخدمه قدمي، اللون الأصفر كي واللون الأزرق مثلا قطع، كي وقطع. وممكن استخدم عن طريق الهاند ديت، بيركب فيها الجزء اللي انا بستخدمه كمشرط، وبيستخدم التيار الكهربي، وان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عنه هنوضح الامور ديت كاملة ان شاء الله. فده جهاز دياسيرمي او جهاز الكي والقطع الجراحي. دي منطقة الافاقة، بعد المريض ما بيطلع من غرفة العمليات لازم يخش على الافاقة. طبعا فيها تنفس صناعي متنقل زي اللي على الجدار ده لونه برتقالي، وفي اجهزة مونيتور، في تخطيط قلب موجود احتياطي، وده الجزء الخاص لو عندي طفل مولود، ده حضانة إفاقة للأطفال الجزئين دول. وعندي مونيتور تاني، وهنلاقي فيه شفاط سوائل جداري الأخضر، وفي في الأسفل في جهاز شفط جراحي تاني. فدي منطقة الإفاقة اللي موجودة أو الملحقة بغرف العمليات. اخر جهاز معانا هو جهاز السي ار، ده بيستخدم في عمليات جراحة العظام لا غنى عنه. الهدف من الفيديو ده ان احنا نوضح لكم التجهيزات اللي موجودة في المكان اللي محدش بيقدر يوصل له، او 90% من العاملين بالمنشآت الصحية ما بيدخلوش المكان ده. ده مكان مصرح لبعض الناس فقط لا غير، ونعتذر منكم على الاطالة.